تنظن بانه الدور اللي تيلعبو حسين خرجة تيلعب على مستوى ديال فرصه لفائده المنتخب الوطني. وهدف هدف ثالث لفائده المنتخب الوطني بواسطه يوسف حجي. يوسف حجي يسجل الهدف الثالث. كما قلت اخطاء كثيره ديال اللاعبين الجزائريين. هناك احتجاج ديال اللاعبين الجزائريين بان هناك تسلل، ولكن الهدف الثالث لفائده المنتخب الوطني. الهدف الثالث اللي جاء عن طريق حمله جميله قاد المنتخب الوطني، وكان ربما استفد بشكل كبير من الخطا اللي كاين على مستوى الدفاع. كما قلت خلال بدايه الشوط الثاني كانت ثلاثه ديال الفرص، الفرصه الرابعه تعطي الهدف لانها كانت اخطاء كثيره. اعتقد اللاعبين الجزائريين بان كاين هناك تسلل. اذا الهدف الثالث بواسطه يوسف حجي. يوسف حجي اللي معروف عليه الاستفادة من مثل هذه الكرات. كان هناك خلل وخطأ وأخطاء متعددة على مستوى الدفاع. 3-0 الآن، 3-0 لفائدة المنتخب الوطني. وفرع هناك